عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثامن مع درسنا الثامن من سلسلة دروس التعليم عن بعد في الهيئة التربوية التعليمية. أهلا وسهلا بكم. قبل أن نبدأ الدرس أريد منكم أن تحضروا كتاب القراءة لنعمل سوية عليه. نوقف الفيديو قليلا ثم نحضر الكتاب. نعم، الكتاب يقسم إلى عدة محاور أو بالتحديد إلى 8 محاور، وكل محور يحتوي عددا من الدروس. وقد وصلنا إلى المحور السادس وهو محور المسرح. سنتحدث أو لدينا منهجية معتمدة في دروس عن بعد لدروس القراءة. نحن لا نستطيع في هذه السلسلة أن نقدم كل درس بمفرده عن باقي الدروس الأخرى، لذلك أطلب منكم يا أعزائي أن تعملوا بمفردكم على هذه الناحية. سأقدم لكم أنا المحور بشكل عام، ماذا يتضمن، ما هي الدروس التي يحويها كل محور، وما هي التقنية المستفادة من هذا المحور، تقنيات التعبير، ثم نقدم بعض الاقتراحات وبعض النصائح، ثم يقع عليكم أن تفردوا كل درس، تقرأوه جيدا، تجيبوا عن الأسئلة المرفقة للدرس. وقد وصلنا إلى المحور السادس وهو محور المسرح. في هذا المحور لدينا 3 نصوص. النص الأول بعنوان لولا المحامي للكاتب سعيد تقي الدين. النص الثاني بعنوان النداء، الصوت القوي العميق لجورج كرباج. النص الثالث مغامرة، رأس المملوك جابر للكاتب سعد الله والنوس. النص الرابع وهو نص رديف بعنوان بيان للكاتب توفيق الحكيم. في نهاية هذا المحور لدينا بطاقة تقنية وهي عن فن المسرح. أريد منكم الآن أن تفتحوا على الصفحة 184 لنعرف المسرح ونتعرف على عناصره وأنواعه. بداية، المسرح هو لفظة مسرح هو المكان الذي يجري فيه عرض تمثيلي، واتسعت دلالة اللفظة لتشمل الفن التمثيلي المسرحي بكليته. طبعا المسرحية هي عمل فني يشارك الأنواع الأدبية الأخرى في الموضوعات. إذا المسرحية هي عمل أدبي كباقي الأعمال الأدبية من القصة والرواية والكتابة والتمثيل كلها، فهي عمل فني يشارك الأنواع الأدبية الأخرى في الموضوعات التي تعبر عن طبيعة الإنسان. إذا الهدف منها مثل كباقي أهداف الأنواع الأدبية الأخرى من التعبير عن طبيعة الإنسان وهواجسه، وتتحدث عن أيضا قضايا المجتمع وتعالجها، لكن تختلف المسرحية عن غيرها ببنائها الدرامي. يعني سنتعرف عن البناء الدرامي الآن. عناصر المسرحية، للمسرحية 3 عناصر أساسية. أولا حوار الشخصيات. يقوم المسرح على الخطاب المباشر. الآن أنتم في الصفحة 184 في الكتاب حوار الشخصيات. يقوم المسرح على الخطاب المباشر، فالنص المسرحي مكتوب ليعرض تمثيليا مباشرا على خشبة المسرح. أبرز أشكال الخطاب المباشر الحوار. إذن أهم ما يتميز به المسرح هو الحوار، وهو الكلام الذي يتبادله الأشخاص شخصان أو أكثر، وفيه تعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم ومستوى الفكري والاجتماعي. ويغلب على هذا المحور ضمائر المتكلم والمخاطب وأفعال المضارع والأمر والجمل الإنشائية. ولا يبدأ الحوار بأفعال قول ممهدة له كما في النص القصصي، بل يبرز اسم الشخصية المتحدثة مباشرة. أما المناجاة فهي طبعا عند الحوار وعندنا المناجاة، حوار ومناجاة. المناجاة هي الكلام المباشر الذي تعبر به الشخصية عن إحساس أو موقف على مسمع من الجمهور، يغلب عليها ضمير المتكلم ويشارك الحوار في الصفات الأخرى التي سبق ذكرها.
إذن أهم عنصر من عناصر المسرحية هو الحوار. ثانياً السيناريو، وهو كلام مكتوب غير معد للتلفظ به يرافق الحوار المنطوق. عندنا مثال على ذلك في نص مغامرة رأس المملوك جابر، يمكنكم الرجوع إلى ذلك الدرس والعودة إليه والتأكد من ذلك أو التحقق من ذلك. مثلاً كنبرة الصوت، التنغيم، الحركة الجسمية، الإشارات. فمثلاً يقول خرج مثلاً سعيد غاضباً. في السيناريو يكتب غاضباً، ولكن يقع على الممثل أن يمثل دور الإنسان الغاضب. إذن السيناريو هو يكتب ولكن لا يقال، إنما يمثل تمثيلاً. البنية المسرحية، تتألف المسرحية من فصول والفصول من مشاهد. إذن البنية المسرحية تتألف من فصول والفصول من مشاهد. المشهد وحدة من وحدات الفصل يرسم حدودها تبدل في حضور الشخصيات، دخول أو خروج. إذن المسرحية تقسم إلى فصول، والفصل واحد إلى مشاهد. الفصل، أما الفصول فهي المراحل الأساسية لتطور الحادثة في إطار الحبكة، من العرض في المشاهد الأولى من الفصل الأول إلى الحل في المشاهد الأخيرة. نذكر هنا ما تحدثنا عنه في مسرح السرد القصصي. قلنا لدينا وضع أولي، الحدث المبدل، الحدث المبدل والعقدة والحل. أيضا في المسرحية يوجد كما يوجد في مسرح السرد القصصي، وضع أولي ثم حدث مبدل، يحدث شيء يبدل هذا الوضع، ثم عقدة تتأزم الأحداث، ثم حل. وربما يوجد أكثر من عقدة في المسرحية الواحدة ليعالجها. طبعا بالنسبة لأنواع المسرحية وليس مهم جدا كصف الثامن، ولكن للاطلاع عليها نقول المأساة، هناك مسرحية، أنواع المسرحيات منها المأساة تراجيديا، هي مسرحية تعتمد على التحليل النفسي، تمثل شخصيات تصارع قدرها. عندنا أيضا الملهات، وهي مسرحيات كوميدية. عندنا أيضا الدراما، وهي مسرحية قوامها الواقعية، وهي ناشئة من امتزاج طبيعي بين عاملين أساسي الجد والهزل. أما أبرز اتجاهات الفن المسرحي، عندي الاتجاه الكلاسيكي والاتجاه الواقعي. الاتجاه الكلاسيكي قائم على التحليل النفسي، اتجاه الواقع قائم على الالتزام بالقضايا الاجتماعية. أما الاتجاه الذهني القائم على الأطروحات النظرية، طبعا ما أقوم بقراءته الآن هو للثقافة والاطلاع عليه فقط، يعني لا يطلب منكم أنواع ولا اتجاهات الفن المسرحي. طيب، إلى هنا بقي أنواع مسرحية أخرى مثل المسرحية الإذاعية، المسرحيات المغناة، الفودوفيل. إلى هنا نكون قد انتهينا من بطاقة تقنية، ولكن ما يقع على عاتقكم أيها الطلاب، لابد أن كل واحد منكم قد حضر مسرحية يوما ما، سواء كانت مسرحية كوميدية أو مسرحية اجتماعية أو مغناة، كما كان يفعل أخوان رحباني مع فيروز في مسرحياتهم. ولكن اللي يجب أن تعلموا من درس المسرحية أن المسرح تحكمه القوانين الثلاث، وهي وحدة الزمان أو يسمى قانون الوحدات الثلاث، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الموضوع. وهذا ما يميز بالضبط المسرحية عن غيره من أنواع الأخرى، لأن في القصة يمكن لنا للكاتب أن يسافر بنا إلى أقصى الغرب ثم ينقلنا إلى أقصى الشرق بكلمة واحدة. أما المسرحية هي محصورة بزمان ومكان وموضوع محدد. ما يجب أن نتعلمه خلاصة من هذا الدرس، أولا تعرف على المسرح والمسرحية، وهذا موجود في بطاقة التقنية التي اطلعنا عليها. ثانيا فهم عناصر المسرحية، يجب أن نفهمها، اللي هو أحوار الشخصيات، السيناريو والبنية المسرحية. ثالثا التعرف على أنواع المسرحيات واتجاه الفن. أما المطلوب منكم فهو التعرف على الحوار وكيفية إنشاء حوار. يجب أن نتعرف على الحوار وكيفية إنشاء حوار. إذا تعرف على المسرح والمسرحية، فهم عناصر المسرحية، تعرف على أنواع المسرحيات. على الطالب أن يكتب نصا مسرحيا أو نصا حواريا، هذا أولا. ثانيا يجب أن يحول، المطلوب هو أيضا قدرة الطالب على تحويل النص القصصي إلى نص حواري، وهذا
يعني سرد إلى حوار، وقد تحدثنا عنه في القصة وقلنا قوامها السرد والحوار، ولكن المسرحية طبعا قائمة على الحوار، ولا ننسى السيناريو الذي يتخلل المشاعر والحركة التي تحدثنا عنها، الجسمية والإشارات والإمارات ونبرة الصوت والتنغيم. أيضا الفروض المرجبة عليكم، اختر نصين من النصوص الثلاثة التي ذكرناها، عندنا أربع نصوص، ثلاثة أساسية ونص رديف، نختار نصين من النصوص الأساسية الثلاثة، نقرأها جيدا، نجيب عن الأسئلة كلها ما عدا أبعد من النص وفي التعبير. عندي أيضا فرض آخر، وظيفة أخرى، هي الصفحة 177 في التعبير السؤال الأول، والصفحة 163 في التعبير السؤال الثاني. هاتان أيضا، هذين موضوعين يجب أن يكتبا، ثم يطلب إليكم أن تتواصلوا مع مدرس المادة لتقوموا مع المدرس بالعمل لتحصلوا على العلامات. أعزائي الطلاب، أؤكد على أهمية التواصل مع المدرس المختص، المدرس الخاص بكم، سواء الطالبات مع الأستاذة حكم، والطلاب في مدرسة الفيحاء يتواصلون معي، لأن هذا التواصل من شأنه أن يزيد لكم في الدرجات، لأن الامتحانات أو المذاكرات ستكون شفهية، ومن خلال تواصلنا معكم وتواصلكم معي سأضع العلامات، والطالبات أيضا من خلال تواصلكم مع المدرسة سيكون لدينا علامات. أما عن الاستفسارات، أما عن الفروض، فأيضا ترسل على تطبيق الواتساب كما ذكرنا في الدروس السابقة، من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة مساء، وإلى أن نلقاكم في درس آخر. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.